السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا كي تعتبر الفيديو الثالث، الأول للتوعية ديال المواطنين فيما يتعلق بالعداد الكهربائي الإلكتروني أو عداد الرقمنة، واللي هضرنا عليه على أنه يشكل خطر لا من ناحية ديال الاستهلاك، ولكن كذلك من ناحية الصحية والأمن القومي. الفيديو الثاني كان يتعلق بالمواجهة والمعطيات اللي كان طرحها أنا وما كيجاوبوش عليها من المكتب الوطني للكهرباء، وفي نفس الوقت مشاو يجريو المحاكم بدون أن يوجهوا واحد النداء للجمعيات ديال المجتمع المدني اللي يمكن يتلاقوا معهم في القاعة ديال العمالة أو القاعة ديال الجماعة أو قاعة من القاعات يكريوها ويوجهوا النداء للمواطنين باش اللي عنده شي استفسار يطرحوا. جاو خلطوا، بقاو يحقروا في عباد الله ويبدلوا شي وحدين، وبالخصوص اللي في المجال القروي، ويبدلوا ويركبوا الكونتورات جداد لهذوك اللي بنوا جديد. الآن الرسالة ديالي رسالة مفتوحة إلى السيد العثماني رئيس الحكومة المغربية. الآن احنا هاد الدراري الصغار ديال المكتب الوطني للكهرباء غادي نخليوهم، نجيو عندك انت المسؤول رقم واحد اللي كتحمل المسؤولية تاع الشأن العام، لأن المكتب الوطني للكهرباء لو أنه عارف سي العثماني رئيس الحكومة أنه قد بشغله ما يمكنش يتجرأ ويمشي يدير واحد الكونتران تاع الكونتورات اللي خصها تدخل من جديد للمغرب. لو أنكم كحكومة أعطيتوا القيمة لراسكم وأعطيتوا القيمة للوطن وأعطيتوا القيمة للشعب، ما غاديش نوصل أنا باش نهضر على هاد الحوايج، لأن أنتوما اللي خصكم تراقبوا هاد المسائل قبل ما تدخل المغرب، تراقبوا هاد المسائل، لأن ماشي كل واحد يحمل الجنسية ديال المغرب بمعنى عنده المواطنة الحق. راه كاين اللي معانا هنا في المغرب ومتحمل مسؤولية ديال الماء والكهرباء، وكاين معانا وزارة، وكاين معنا كتاب دولة ومديرين كبار اللي عندهم حتى الجنسية فرنسية وكندية وغيرها من الجنسيات الأجنبية. شحال من واحد مسؤول حط رجلو هنا وحط رجلو لهيه، شحال من واحد مسؤول عنده وجه هنا وجه لهيه. إذا ما يمكنناش نحكمه على الإنسان غير هكذاك، قال راه مدير وراه ما يمكنش يخدش بلادو وما ما يمكنش. لو أن كانت المواطنة الحق اللي كيتحاسب عليها الإنسان، السي العثماني الرسالة موجهة لك بالدرجة الأولى، أنت المسؤول رقم واحد على مختلف الوزارات، راك رئيس الحكومة ومنك الملك، كيف يعقل أن بقدرة قادر وبين عشية وضحاها ما كاينش برنامج واحد في التلفزيون المغربي سواء الار تي ام ولا الدوزيم ولا ميديا، سواء الجرائد ديال الدولة اللي خصها تشرح للمواطن اشنو هو هذا العداد نتاع الرقمنة الجديد او العداد الالكتروني. ما فتحتوش المجال امام الخبراء المغاربة لمراقبة هذا العداد اللي يشكل خطر. لما تحددت انا على المشكل ديال هذا العداد اللي بغاو يدخلوه للمغرب الجديد، واللي راه في شي بلاص فاس والدار البيضاء وراهم يجسوا النبض، واش غادي الشعب المغربي يقبلوا او لا؟ ما قلتولهمش فين راكم غاديين، اعطيونا على الاقل المشروع واعطيونا الورق ديالو ونخليوه نعرضه على الخبراء المغاربة وربما حتى أجانب اللي عندهم
خبرة في القضية ديال الذرة وديال الإلكترو. هادشي كاع ما درتوش. بلادنا ولات تدخلها مبارك بحمارك، اللي بغى يجيب شي حاجة من برا يبيعها. حتى الرز دخلنا اللي دخل بالشينوا فيها البلاستيك، حتى البيض ولا يتصنع، حتى أشياء أخرى، حتى الدجاج ولا يتطحن به بالريش ديالو ويخرجوا به الكفتة. راه بلادنا راه وطن وعنده قيمة وعنده وزن، عنده تاريخ يا السي العثماني. ولا أنت بغيت تهمل ذاك التاريخ؟ احنا ما نقدروش نهمله لأننا نحب هذا الوطن. بمجرد أنني درت البرنامج أو الفيديو اللي كيتكلم على هذه الخطورة نتاع هذا العداد، ناض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء وخصو يمشي معايا بعيد. ما كنطلبش منك باش تتصل به يتراجع، لا، خصنا نشوفوا من هو صاحب الفضيحة، واش أنا ولا المدير ديال المكتب الجهوي للكهرباء. مشى دار شكاية عند النيابة العامة، عند وكيل الملك، أنني أنا كذبت على المواطنين وقلت على أساس أن ذاك العداد راه كيحسب ثلاثة المرات في النهار. هو كذب هذه الأمور، وكذلك بغى يستعن بواحد الظاهر الشريف اللي كيتعلق بتحديد تسعيرة ديال الكهرباء. مزيان، إذا كان المدير الجهوي كينكر على أن العداد يحسب ثلاثة المرات في النهار، بغينا نسولوك السي العثماني باش تدير له واحد المراسلة، قول له واش عندكم شي مدير في بركان؟ هذه الرسالة ديالو، الرسالة ديالو قراوه هنا، ديريكتور لوينو منصري MAN، وهذا الرقم ديالو انا عطيته للبوليس. شوف واسمو جات في الرسالة. السلام، في إطار المسايرة للتطور التكنولوجي فإن المكتب الوطني للكهرباء وضع استراتيجية لتحديث منظومة العدادات الكهربائية الكلاسيكية بالعدادات المرقمنة التي تحتوي على ثلاثة محطات لحساب الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف الزبون. انتهى الكلام ديال المدير الإقليمي. واش نصدقوا ذاك الكذاب والمنافق ديال المكتب المدير تاع المكتب الجهوي، او اننا نصدقوا ما جاء به في الرساله عن طريق الواتساب للرقم ديالي من طرف المدير الاقليمي سي المنصري؟ رحنا عينا بالكذوب، عينا بالنفاق، عينا بكل حاجه. غادي نجي، حاولت ما امكن الى غادي تسمحوا لي نديروا الصوره. ها هي شويه فلو ولكن غادي نشرحها بطريقه اخرى. مزيان، نرجعوها شويه، نجيو عند ماذا كتبت الصحافة الأوروبية عن هذا العداد؟ ماذا كتبت الصحافة اللي عندهم صحفيين وباحثين وهما متعلقين بالمبدأ الإنساني قبل كل شيء؟ راه المغاربة سلختوهم. Les instances publiques et la fiabilité de leur rapport. La vie privée de moins en moins privée. هذا كيتكلم في العنوان العريض على 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 اشنو اشنو كاين من الناحيه الصحيه في الوسط ديال هذا الباراغراف، ياك؟ في هذا النص
وهنا كيتكلم على الحرية الشخصية. غادي تبقى تنقش شوية مور شوية، أنت في دارك وهما يسمعوا لكلامك. غادي نرجعوا عند البحث آخر اللي دار من طرف الصحافة الملتزمة واللي كتكتب على هاد العداد الذكي، كدير لو كونتور اسبيون سي زيتولازاتور، العداد يتجسس على مستخدميه. ثم تجي لتحت وتكتب لو كونتور بروفوكون دي زانسوندي. هذا النوع ديال العدادات يقدروا ينوضوا النار في الكابليات ديال الضوء كامل اللي عندك في الدار. غادي يجيو هنايا ثانيه يكتب على الالكترو الذره الاشعه بالوصف الصحيح. كيفاش هذه الاشعه؟ هنا غادي نرجعوا لهذه البلاصه، تبعوني مزيان. هنا في هذا الجهاز لتحت مغلق بطريقه محكمه، ولا يحق لأي واحد أن ينبش في هاد البولونات اللي كاين هنا، وأي تختاش فيه صاحب المنزل معرض للمحاكمة وللمتابعة القضائية وربما ضعائر اللي غادي تكون ثقيلة. علاش هاد الناس ديال المكتب الوطني للكهرباء ما بغاوش باش المواطنين ولا الشباب اللي يعرفوا في الالكترونيك يقربوا لهاد المنطقه المحرمه؟ هنا هذه منطقه محرمه. هنا كاين اربعه ديال لي كابسول، اربعه. البطول الاول ولا الكابسول الاول فيهم واحد للتحكم عن بعد، يعني انت اللي في الدار ديالك وربما تكون غايب على المغرب، وربما في عطلة، وربما غير انت ومرتك، وربما ما عندكش الاستهلاك ديال الضوء بزاف، ولكن هما الا كنت نبات تستهلك 50 درهم ولا 60 درهم في الشهر، الا بغاو عن بعد يوتاو على البطون بالنيميريك اللي عندك انت مسجل عندهم، كيطلع الثمن ديال الاستهلاك يوصلوك حتى 200 درهم. ولا بغيت تشكي سيرشكي، كيقول لك هذا العداد ما يكذبش، المدير يكذب وهذا ما يكذبش. كاين واحد البوطون ديال الاستهلاك الشهري كيتحكم فيه، كاين واحد البوطون اخر، واحد لاكابسول داخل ديال الويفي. هنا غادي نشرح دابا هاد العدادات اللي غادي يدخلوهم لنا غادي يخدموا بالويفي. إلا لاحظتوا معنا غادي تشوفوا شركات اتصالات المغرب في مختلف المدن وحتى هنا في مدينة بركان اللي كان وجه بها هذا الفيديو، كانوا يحفروا على الجنب ديال التروتوارات ويفوتوا من ثم الكابليات ديال اتصالات المغرب باش تفوت الويفي ديالها اللي غادي يكون موزع في المدينة كاملة، وفي المستقبل غادي يحفروا ثانيه الطرق اللي غادي يديو للقرى والمداشر الى غير ذلك. وانوي شرات الخط على المكتب الوطني للكهرباء باش تدوز الويفي ديالها. اذا الويفي عندنا في السماء وعندنا في الارض، وبالويفي غادي يبقى يتحسب هذا الكونتور. اذا لما كيكون عندك مثلا نقولوا زوج البيوت، الصالون، الكوزينه، التواليت، الدوش، الكولوار، كاع فيهم الضواو، راه بمجرد ما تشعل واحد البوله كيتحرك ذاك الويفي باش يحسب، باش العداد يحسب الاستهلاك. وفي نفس الوقت الا كان الضوء مطفي كيكون الويفي كيتمشى.
وشنو هي الخطورة نتاع هذه الخطورة ديال هذه الصحة هذه الأشعة ديال الويفي على صحة الإنسان؟ فلما كتكثر الأشعة في الدار فالإنسان يصاب بهشاشة العظام. إذن غادي في المستقبل لما كيديروا هذه الكونتورات ويبقى نتاع البوطون ديال الويفي خدام في الديار في البيوت وفي الدوش وفي الطواليت والكوزينة والكولوار إلى غير ذلك، غادي الإنسان تقيسها شاشة العظام وبالتالي يصبح مجبر على إشراء على شراء الفيتامين دي 3 باش يحاول على العظيمات ديالو، باش دوك العظيمات يبقاو ينتجوا الكويرات الحمراء نتاع الدم. لان الا ما عندكش مثلا فرضوا ان انتم خمسه في الدار، بمعنى ان كل واحد فيكم في العائله غادي يشري الباكيه نتاع 50 درهم. اذا العائله غادي تستهلك الدواء نتاع 250 درهم، وفي نفس الوقت كتخصها تخلص الاستهلاك ديال الكهرباء ديال هذا العداد الالكتروني الخطير. ولا ما عندوش الانسان باش يشري، فيتحولوا يتغلب الكويرات البيضاء على الكويرات الحمراء، وبالتالي غادي تقيس كلانيمي، فيتحول هذا النوع من السرطانات البسيطة إلى سرطانات كبيرة داخل جسم الإنسان، وبالتالي يصبح الشعب المغربي كله معرض للهلاك بالويفي وبالأشعة ديال الويفي. السي العثماني أنا أحملك المسؤولية، السيد رئيس الحكومة والحكومة ديالكم أحملها المسؤولية. نرجعوا البطن آخر اللي هو ديال التجسس، وقبل ما نشرح شوية تاع التجسس، من صنع هذا الجهاز؟ هذا الجهاز شكون اللي صنعه نهار الأول؟ غادي نرجع بكم سنة 2011-2012، وهي بدأت قبل في الحقيقة ما بين 2009 و2010، ولكن 2011-2012 كانت تغطية شاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة من طرف المكتب ديال الطاقة من طرف إسرائيل، وكانوا يركبوا الكونتورات للفلسطينيين، هذا النوع ديال الكونتورات جربوهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جربوهم في الشعب الفلسطيني من أجل التجسس على كل المنازل وما يدور من حوارات داخل المنازل. لما نجحت لهم التجربة فإسرائيل باعت هذا المشروع نتاع هذا العداد، أول الأمر باعته لسويسرا، تبيعه بثلاثة المليار ولا أربعة المليار دولار ولا خمسة، وكتدي فيه واحد النسبة المئوية، كتشري فيه ليزاكسيون هي حتى تشري كما شرات ليزاكسيون ديالها ولا الاسهم ديالها في مختلف وسائل الاتصال ديال التليفونات بما فيهم اتصالات المغرب بما فيهم انوي اورانج وداكشي نتاع كلهم الشركات اللي في العالم، اسرائيل شاريه فيهم ليزاكسيون من اجل التوصل عن طريق الويفي. لما كيديروا لنا هذا الترمومتر في الدار، هذا الجاسوس في الكونتور، فاحنا واخا نتكلموا في ديارنا هنا في المغرب وبعيدين على الشرق الاوسط، فجميع الحوارات التي سوف تدور داخل المنازل تصل الى الموساد، وبالتالي اصبحت مؤسساتنا العسكريه والامنيه على مربى بصر من الموساد الاسرائيلي، فتصبح اسرائيل تعرف كل حاجه عن الامن القومي غدا بعد غدا. الى المغرب رفض أشياء لإسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية، فيصبح الأمن القومي المغربي في خطر، فيقدر الموساد تبيع الأسرار ديالك للدولة العدوة التي تتربص بك. يا سي العثماني، أنا ماشي مواطن من بركان ونجي نعطيك هذه المعلومات. الجهاز الوزاري كان عليه ألا يسمح بتركيب أو إدخال أي عداد من خارج الوطن حتى تكون الكونترا إذا كان فيها المس بالأمن القومي والمس بالصحة ديال المواطنين، لا نقبله ما نقبلوش.
أراه المغرب عنده تاريخ، المغرب عنده تاريخ يشرف هذا الشعب ويشرف الأمة العربية ويشرف الأمة الإسلامية. ما تقتلوناش ولادنا بالسرطان، ما تهلكوناش عباد الله في الجيب ديالهم، راه يكفي البطالة اللي عندنا ويكفي الشباب اللي عندنا ضايع ويكفي الحريق اللي خارج الوطن، يكفي أن الأطور ديالنا موجودين ولما كيهربوا يلقاو مؤسسات علمية خارج الوطن اللي كتحتضنهم وتستقبل بهم. هاد الشركة ديال المكتب الوطني للكهرباء ربما اعتقدت الناس ما قاريش بوهلاء ما يعرفوش، راكو غلطين. المغرب أنجب العشرات والعشرات من المهندسين التقنيين في الذرة، في الكهرباء، في الطب، في الهندسة، في الفيزياء، في الكيمياء. راه الناس ديالنا موجودين في مراكز الأبحاث الأوروبية، الناس ديالنا راهم في وكالة نازا يبحثوا إلى جانب العلماء الآخرين عن الكواكب الأخرى. هاد الشباب ديالنا اللي قرا داخل وخارج الوطن ووصل هو اللي راه يكتب الآن إلى جانب الصحافة ويعطي الصحافة تكتب هاد المعلومات اللي موجودين خطيرين. بطبيعة الحال السي العثماني راه ما فاتش الوقت على هاد المسائل. أنا شخصيا نرفض رفض قاطع باش يركبوا لي شي كونتور في ضاري بهذا النوع، لأن خصها تكون الالتزامات اللي خصها تكون على هذا الكونتور. هذا الكونتور خصو يدير لنا واحد الالتزام في حالة ما إذا تعرض أي مواطن للأشعة ديال هذا الويفي وأصيب بمرض، المكتب الوطني للكهرباء هو اللي غادي يعوضه، المكتب الوطني للكهرباء هو اللي غادي يخدم على أولاده. المكتب الوطني للكهرباء إلى زاد الثمن على اللي كنا نستهلكه من قبل يقولنا ودي لك تخلصوا 75 درهم، ما غاديش تدوزوها ما بين 175 حتى 100 درهم، ولكن إذا داز ذاك العدد نخلصوا لك الثمن القديم. ثم شنو هو السبب اللي خلاكم تبدلوها؟ شويه الكونتورات خدامين في المغرب يا علاش نتوما باغيين تبدلوهم؟ اش من مصلحة عند المكتب الوطني للكهرباء في القمة في الإدارة الكبيرة، الإدارة العليا اللي كاينة في المكتب الوطني للكهرباء، اش من مصلحة عنده باش يبدل؟ اللهم إذا كانوا الشركات الكبار اللي شروا على إسرائيل رشاوه واعطاو له الرشوة باش يدخل هاد الماتريال للمغرب. ما يمكنش الكونتور عندنا خدام وانتم تجيبوا لنا واحد اخر اللي مركي لكم زياده واللي يدخل المر واللي يدير التجسس. شنو هذا؟ راه المغاربه ماشي بهايم، ماشي حمير حتى لهذه الدرجه. اذا نكونوا واقعيين، لن نستسلم، نمشيو معكم فين ما بغيتوا، نمشيو معكم فين ما بغيتوا. عندنا واحد الاربعه ديال لي فيديو راهم مسجلين في هذا السيدي، عندنا أربعة ديال لي فيديو راهم مسجلين في هذا السيدي واللي غادي نقدموهم للمحكمة. لابد أن هذا العداد الإلكتروني لابد أن يخضع للخبراء المغاربة، لابد أن يخضع. نشوفوا هاد لي كابسول علاش داروهم بربعة تما؟ علاش بغاو يخدموا بالويفي؟ علاش بغاو يهلكوا لنا الشعب ديالنا؟ علاش بغاو يمرضوا لنا الشباب ديالنا؟ علاش بغاو يتجسسوا علينا؟ علاش بغاو يزيدوا في الثمن؟ علاش يبدلوها اصلا بدون التزامات؟ فعندنا واحد القانون، قانون الالتزامات والعقود اللي كيربطني انا مع الشركه ويربطك انت مع الشركه. إذا كانت هذا المكتب، إذا كان هذا الإدارة نتاع المكتب الوطني للكهرباء تقول غادي نخوف هذا عكاوي باش نشقف به العباد الله للشعب ديال المغرب، ما تنساش السيد المدير ان ذاك القاضي وذاك وكيل الملك وذاك النيابة العامة والأمن والمؤسسة ديال القضاء راه حتى هما عندهم ولادهم وعندهم بناتهم وعندهم نساهم وعندهم شبابهم وكيحبوا هذا الوطن. راه ما يمكنش غادي يقبلوا لك واحد الحاجة
اللي ما غاديش تمرض عكاوي وحده، ولكن غادي تدخل المرض على كافة منازل والشعب المغربي قاطبة، إلا بعد عام عام ونص بالاستخدام ديال هذا الكونتور، إلا وغادي يتصاب هذا الإنسان بالسرطان أو بهشاشة العظام. يبقى لنا هذا هو اللي كيقول له الوقت اللي انتنا كنتكلم على الخطورة ديال هذا الكونتور. واحد الزوجة ديال أبو لهب ذاك حمالة الحطب ذاك بوشايد ديال الحسن قرباوي، ها انتم تشوفوا كيمشي يصور مع شكون اللي عطالو الشكاية ديال المكتب الوطني للكهرباء، قال لك هذا راه عنده لا ليسونس في القانون. أبو مجان عندك لا ليسونس القانون، شكون اللي عطاك الحق باش تنشر واحد الشكاية اللي ما بيني أنا وما بين المكتب الوطني للكهرباء؟ شكون اللي عطالك؟ أنت لست طرف، أنت نورمال اللي كتكون النائب الأول ديال جماعة سيدي سليمان، أنت اللي خصك تنوض وتكلم وتقول هالفضيحة نتاعك، ولكن أنت يا حمار بغل ما تفهمش هاد الحوايج، بعد عليك أنت دارت للنصب وبغيت تسرق عباد الله في الأرض ديالهم. أنا والمكتب الوطني للكهرباء عندنا مشكل ومشاهوش كبيرة ما بيني وبينه، إلا كانت فيك الرجلة رغم الاختلاف بيني وبينك تجي تساندني لأن كيهم الشعب المغربي، ولكن هذا اللي كيقول له الدجاجة تبيض وديك توجع قزيبته، ما عمرو لذاك الشيء. أنا ما بغيتش نهضر معاك بزاف، رسالتي مفتوحة للباترون الكبير ديالكم السي العثماني والسي بن كيران ديالكم وذاك بوليف اللي حتى هو ولا يعطي الفتوى الربا حرام، وزعما نهار اللي كان بن كيران يدير الكريديات ويغرق الشعب المغربي لا هو لا العثماني بالكريديات حلال، شكون اللي حللها له الهمه في الخارج في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للانماء وكريدي ليوني وباقي الصناديق الدوليه في ابو ظبي في الكويت في افريقيا، شكون اللي حلل له الربا تما؟ ولا كان تما سيدنا عيسى، ها حللها له سيدنا عيسى، سيدنا محمد يحرم هنايا من خلال القران في المغرب، وانتم بذاتكم كاع ديال اللي شريتوهم بالربا، مالكم بغيتوا تنكروا الاغلبيه ديالكم؟ ما كان عندكم لا دار لا طوموبيل لا دوار، كنتوا ساكنين في بيوت صغار تاع 49 متر، ملي توزرتوا اصبحتوا وزاره وكنت بدوله، وليتوا شريتوا الاراضي باش تبنيوا الفيلات وتبنيوا الفيلا، باش بنيتوها بالكريديه ديال البنك، كلكم كتمشوا بالربا، ومن تخسروا شي حاجه ترجعوا لنا للدين. راه قالت واحد المره واحد الوقت ربي يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي، نسيت باش نوجه نداء السكان اقليم بركان على العموم وسكان مدينة بركان على الخصوص. نهار يخبروني بالنهار ديال المحكمة كنوجه لكم نداء، ماشي باش جيت تساندوني انا عكاوي عبد الوهاب، لا، حضوركم في المحكمة ضروري باش تعرف السلطة القضائية أنكم أنتوما والقانون رجال القانون من القضاة من النيابة العامة من البوليس من كلكم مضرارين بهذا العداد الكهربائي. نهار يخبروني على النهار غادي نخبركم ونقول لكم يخصكم تحضروا للمحكمة، كلكم خصكم تجيو لأن هذا الشيء كيهمكم كاملين كيهمكم، كلكم معرضين للخطر، كلكم معرضين لاشعه ديال الويفي، كلكم غادي تمرضوا بهذا الكونتور الجديد، كلكم غادي تصبحوا انتم تهضروا في دياركم ويسمعوا لكم في جهه اخرى، كلكم غادي يطلع عليكم الثمن ديال الاستهلاك، وكلكم معرضين لضرب الجيب وضرب الصحه. تحياتي اليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.